تريننج قناة كمال أجسام دوب نشطات. أهلا وسهلا بيكو، معاكو أي إس إس إي ترينر كابتن أحمد مجاهد. على غير العادة النهاردة معاكو، عايزين نوضح معلومة صغيرة بخصوص عضلات البنج العالي. في ناس كتير قوي تقعد تقول لك إيه اللي مع بنج عنده ضعيف يلعب بنج عالي، يلعب بنج عالي، لدرجة إن هم أول ما بيجوا يبدأوا التمرين بيبقوا بادئين بالبنج العالي أساس، يعني البنج العالي هو اللي إيه هيكبر البنج. يعني إحنا النهاردة نثبت لكم حاجة عملية جدا وبين طريق الساينس إن الموضوع ملوش علاقة خالص بحكاية البنج العالي. الصورة اللي على الشمال اللي احنا قدامنا ديت اللي هي بتاعت الهيكل العظمي بيورينا الاتاش بتاع عضلة التشيست زي ما احنا شايفينه، ولغاية هنا عظمة الكلافيكل. الجزء الخاص بعظمة الكلافيكل ده الاورجن بتاع او اللي تقدر تقول منشأ العضلة العالية. نشوفها على اليمين اللي هي الماسل فايبر بتاعتها جاي بالشكل ده، المثلث الصغير ده. بص حجمه قد ايه اصلا بالنسبة لعضلة البنج الكبيرة دي كلها. هو ده البنج العالي اللي انتوا عمالين تهروا فيه وتزود فيه وسايب الميجور الاساسي اللي هو العضله الوسطى والعضله السفليه. العضله الوسطى بتحتل مبلغ مركز كبير قوي وحجم اكبر، اهي ماشي معانا كده بالقلم. ايوه كل دي العضله الوسطى، والعضله اللي هي السفليه اهي اللي احنا نقدر نعمل لها تطور طبعا عن طريق التمرين المتوازي، انها جايه كده بخطوط عرضيه ماشيه مع عضلات السيراتوس اللي هي بتسموها الريش. يا ريت فعل الفيديو نكون احنا وضحنا المعلومه. الناس اللي بتلعب بنج عالي وفاكره ان البنج العالي هو اساس الضخامه، الموضوع ده مش صح وده باي ساينس. واشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه مع حلقات كتيره جديده مع اي اس اس ترينر كابتن احمد مجاهد. لو عجبك الفيديو متوقفش المعلومه عندك، يا ريت تشيرها، ومستنيينكم في حلقات تانية اجمل واحلى.